انا احمد فتحي رسام جرافيتي. اللي بيحصل النهارده ده هو ان رساله معينه للراي العام هي انقذوا معتقلين جامعه القاهره، تمام، اللي هم اتقبض عليهم يوم 16/1 في جامعه القاهره. كان في مظاهرات كده، فالداخليه اقتحمت الجامعه، قبضت على الناس اللي قدرت ان هي تمسكهم من غير ما تفرق بقى على من غير ما تفرق على ناس كانوا بيحضروا محاضرات او ناس بيعملوا مظاهرات، تمام. فالناس دي بقى لها اكتر من 7 شهور وشويه، يعني يوم 16 الجاي هيتموا 8 شهور اعتقال ظلم بدون اي ادله وبدون اي احراز وبدون اي حاجه خالص. هو موضوع ان هم بيروحوا النيابه يتجدد لهم 15، بعد كده بقى يتجدد لهم 45، تمام. حالتهم الصحيه جوه سجن وادي النطرون بتسوء كل يوم عن يوم بسبب ان التكدس اللي موجود جوه زنزانه، والزنزانه ما بتتنضفش، تمام. الدكاتره اللي جوه مش عايزين يخشوا لهم من بسبب الكتمه والحر والكلام ده كله، بدا ان هم يجي لهم اعراض جرب، تمام، وبداوا يهرشوا جامد. فالدكاتره اللي جوه المستشفى ما بيدخلوش يعالجوهم، وفي نفس الوقت اداره المستشفى منعه ان اي حد مننا يدخل لهم اي ادويه، فالادويه ممنوع انها تخش عشان السجن في مستشفى، والمستشفى اللي جوه السجن ما بتدخلش للناس اللي قاعده جوه، اللي هو ممكن يعني مع تطور الوقت هيحصل لهم الحاله هتتدهور يوم عن يوم. بس تمام. طيب هو مكتوب انقذوا معتقل الجامعه، تمام. في الخلفيه من ورا قبه جامعه القاهره، وطالب مجهول، تمام، عنده جناحات السلك الشائك دخل جوه الجناحات بتاعته. بس انا ما اعرفش التفاصيل، يعني لو هو موضوع امني والكلام ده كله، فيعني هو ده دي حاجه مش غريبه عليهم ان هم يعملوها، تمام، لان اصلا فن الميدان بالنسبه لهم هو الحاجه الوحيده اللي باقيه من الثوره، او هو تجمع الثوار كل شهر، فده بالنسبه له ده خطر على انظام.